مستمر مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل. انطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن. انطلاقة شوطنا 12 الخاص بالحقائق القعدان وشوط خاص بالإنتاج والمنتجين. نسير مع هذه الأسماء والتحديات المميزة، نسير مع هذه الشعارات الكبيرة، مع هذه الانطلاقة المميزة مشاهدين الكرام مباشرة مع المركز الأول، مع صدارة هذا الشوط أول الأسماء هنا مع البداية مع المركز الأول. العبة مع الصدارة حمد بن إبراهيم بن حمد الرمزاني النعيمي، من يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى. بينما المركز الثاني التواجد هنا من منعوت سالم بن علي بن فهيد الزبدان المري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى. بينما نتابع وناخذ المركز الثالث، أرى التواجد في هذه اللحظات والقدوم مشاهدين الكرام، من يتواجد هنا في هذه اللحظات؟ يتواجد دخان منصور بن محمد بن منصور الخيارين، يقدم لنا انطلاقة دخان مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع التواجد في هذه اللحظات والقدوم من منصف مسعود بن عبد الهادي بن علي آل فهيدة المري مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا القادم في هذه اللحظات، من يتواجد؟ المردد علي بن محمد بن عبد الله الزعبي، يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة. العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. شعار الرمزاني يتواجد مع البداية، مع صدارة هذا الشوط يتصدر الجموع هنا من خلال تقدم هذا الاسم المميز والكبير. العب مع الصدارة حمد بن إبراهيم بن حمد الرمزاني النعيمي، يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى مع صدارة هذا الشوط. مع المركز الأول يحمل الرقم واحد وهو من يتواجد مع المركز الأول. بينما المركز الثاني منعوت سالم بن علي بن فهيد آل زبدان المري يتواجد مع ثاني الأسماء. بينما المركز الثالث شعار الزعبي قادم مع المردد مع المركز الثالث. هنا يتواجد علي بن محمد بن عبد الله الزعبي مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من الجانب الآخر، شوف الوصول أيضا القادم في هذه اللحظات، يتواجد مهاجر راشد بن علي بن صالح الجربوع المري، يصل في هذا المسار. بينما أرى الوصول أيضا والتقدم هنا مشاهدي الكرام من عزام صالح بن محمد بن طالب بن عقيل، يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا عزام. بينما أتابع شعار أريد القادم هنا في هذه اللحظات، يتواجد من خلال تقدم العاصوف محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. بينما الجانب الآخر يحمل لنا أيضا هذه التحديات المميزة والكبيرة. يا سلام، شوف القدوم أيضا والوصول في هذه اللحظات، شعار الخياري قادم هنا في هذه اللحظات، يتواجد من خلال تقدم أيضا سياف محمد بن سعيد بن محمد الخيارين. شوف الأسماء، بدأ الكل مشاهد الكرام يقترب هنا ما شاء الله مع هذه الكوكبة المميزة، ولكن الصدارة شعار الزعبي يقدم لنا المردد مع الصدارة مع المركز الأول شعار السيد. شوف القدوم أيضا وصل في هذه اللحظات، وصل أيضا في هذه اللحظات عنيد عبد الهادي بن محمد بن علي الحسن المري ما شاء الله. الله يا سلام، شوف العرض المميز مع الأمتار الأخيرة والخطيرة. عنيد مع الصدارة مع المركز الأول بشعار عبد الهادي بن محمد بن علي الحسن المري، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا تحدياته. تهانينا والناموس ما شاء الله على هذا العرض المميز والكبير اللي قدمه. عنيد مشكور يا الزعبي على هذا الأداء المميز والكبير، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك عنيد عبد الهادي بن محمد بن علي الحسن المري، مشكور على هذا الأداء المميز والكبير اللي قدمه عنيد، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من العاصوف محمد بن وليد محمد السيد، والمركز الثالث، المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام عزام صالح بن محمد بن طالب بن عقيل، والمركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من المردد لعلي بن محمد بن عبد الله الزعبي، والمركز الخامس، المركز الخامس الشهم جبر بن شمسان بن جبر الرمزاني النعيمي. تابعنا هذا الشوط، ولكن كان الوصول المميز
وايضا شعار عبد الهادي بن محمد بن علي الحسن المري 4:33.41 تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار واختطاف عنيد ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني كان الوصول من شعار اريدو 26 يحمل رقم ايضا 26 مشاهدينا الكرام العاصوف 4:35.39 تهانينا والناموس محمد بن وليد محمد بن ابراهيم السيد. بينما المركز الثالث كان شعار بن عقيل متواجد مشاهدينا الكرام مع عزام التوقيت الزمني 4:35.91 تهانينا والناموس لصالح بن محمد بن طالب بن عقيل، تهانينا والناموس للجميع.